تصاعدت الأصوات الإيطالية المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد زوجة المغني الراب الأمريكي كاني ويست بسبب ارتدائها ملابس تفتقر للحشمة. وبيوليو تموز الماضي أثارت بيانكا شينسولي 28 عام المهندسة الأسترالية وزوجة كاني ويست جدلاً بإيطاليا بسبب تجولها شبه عارية بالأماكن العامة. وعدت شينسولي لتثير الجدل مرة أخرى بالأيام الأخيرة عندما ظهرت بملابس غير محتشمة خلال حفل عشاء. وبعد تداول الصور بدأ كثيرون بإيطاليا بطالب الشرطة والسلطات المحلية بمعاقبتها. وبحسب وسائل إعلام دولية تعرضت المهندسة الأسترالية إلى حملة لمحاكمتها، ونقلت صحف عن أحد المعلقين قوله: المفاجأة أنها لم يتم اعتقالها، إيطاليا أكثر تحفظاً ولا يمكن أن تقبل بمثل هذا السلوك. وعبر آخر عن أمنيته بأن تقوم السلطات بطرد ويست وزوجته من البلاد، فيما اعتبر ثالث أنه هذا التصرف يظهر عدم احترام للقيم المحافظة بإيطاليا. واقترح كثيرون أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد زوجة ويست وتوجيه اتهامها بالسلوك المخل بالحشمة واللي بيعاقب عليه القانون الإيطالي بغرامة كبيرة. يذكر أن مغني الراب الأمريكي كاني ويست طليق النجمة التلفزيونية كيم كارداشيان أصبح بأذار مارس 2021 أغنى رجل داكن البشرة بتاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد أن بلغ صافي ثروته 6.6 مليار دولار. وكان ويست قد أصبح ملياردياً معتمداً العام الماضي بمساعدة علامته التجارية الناجحة للملابس والمدربين ييزي. وبلغت قيمة علامته ييزي التجارية التابعة لشركة ويست وبتتعامل مع شركة جاب وشركة أديداس العملاقة للملابس الرياضية 3.2 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار وفقاً لوكالة بلومبرغ.